وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الخبير الاقتصادي أحمد خطاب. يعني أستاذ أحمد، عن أهمية القرارات المهمة التي اتخذها السيد الرئيس اليوم للتخفيف عن المواطن. طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص ويبذل أقصى مجهود لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بشكل عاجل واحتواء اكبر قدر من تداعيات الازمات والاضطرابات الاقتصاديه الخارجيه وتاثيرها على وتاثيراتها الداخليه طبعا. ومؤكد ان السيد الرئيس متابع مستمر وبكل دقه لاحوال المواطنين خاصه محدود الدخل، حيث امر ووجه سيادته دوله رئيس الوزراء ودوله الوزير الماليه بحزمه اجتماعيه عاجله للحمايه بمقدار 180 مليار جنيه. نعم. موزعه بالشكل اللي حضرتك والزميل قد استعرضها لينا بكل نعم. تفاصيلها، ولكني اسمحي لي اشكر سياده الرئيس على اهتمامه باصحاب المعاشات خاصه المتكفل بكرامه بزياده 15% لانهم هم في امس الحاجه الى هذه الزياده، وايضا اعطوا تعليمات برفع الحد الادنى للاجور 6000 جنيه. ده طبعا هيكون شيء عظيم لكل العمال والصناع في مصر ان يكون حد ادنى 6000 جنيه بعد ما كان بالاول 1000 و 1200 جنيه ويتناسب مع ارتفاع حجم التضخم. الميزه في هذه الزياده ايه؟ ان هذه الزياده اتت بعد تضخم قد حدث بالفعل وحدث من قبل. فلا نتوقع مزيد من التضخم، فسوف يشعر المواطن بقيمه هذه العلاوات الاجتماعيه خاصه موظفي الدوله اللي معظمهم زياده 15% من الاجر الاساسي بغير المتعاقبين بحد ادنى 150 جنيه وتقريبا 11 مليار جنيه. وايضا ضمان زياده الاجور بحد ادنى من 1000 ل 1200 مبلغ كبير جدا بالنسبه لموظفين الحكومه، واعطاء سياده تعيينات جديده في قطاع الصحه وقطاع التعليم لحوالي 120,000 مستفيد، فدي هتخلق فرص عمل كبيره لشباب مصر او لسيدات مصر. هذه الزيادات ايضا تتضمن حاجه مهمه جدا وهي رفع حد الاعفاء الضريبي لكافه العاملين بالدوله بالحكومه القطاعين العام والخاص بنسبه 33%. الاعفاء الضريبي هيزيد من 45,000 جنيه ل 60,000 جنيه، فده هيوفر للمواطن حزمه كبيره كانت بتستقطع من الضرائب، فده ايضا من ضمن القرارات اللي الرئيس اتخذها ايجابيه. الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على توجيه الحكومه من خلال الحزم الزيادات السنويه ومن خلال ضخ فلوس لتكافل وكرامه، وده برنامج بيصل لكل ريف مصر ويصل لصعيد مصر ويصل لكل المراه الغير عامله او الرجل الغير عامل او لديهم ظروف صحيه غير جيده، وايضا اهتمام بقطاع الصحه وزياده الانفاق عليه وزياده الانفاق على بدل العدوى بدل الصهر 100%، ده هيخلي ينعكس بالايجاب على رفع مستوى الصحه المقدم في مصر. انت عارفه ان قطاع الصحه قطاع بيمس كل اسره وبيخدم كل الاسر، فده هيكون طبيعي جدا قطاع يعني بيخدم شريحه كبيره من المواطنين خاصه المواطنين محدود الدخل اللي ما بيقدروش يتناولوا للعلاج والصحه في المستشفيات الخاصه. طبعا الرئيس السيسي اتخذ هذا القرار بدايه من 1/3، وده هيمقابل لدخول شهر رمضان المبارك علينا كلنا كل سنه طيبين وكل سنه والشعب المصري طيب برزق الصلاه والمعراك، فده جاي في وقته لان انت عارفه ان الاسره المصريه. طب استاذ احمد، استاذ احمد، هل هذه الزيادات المطلوبه والكل في انتظارها في الحقيقه، يعني هل تتناسب مع زياده الاسعار، ولا في توقع حضرتك هل هناك في الفتره القادمه ايضا ضبط كبير في الاسعار في الشارع المصري؟ بص يا فندم، هذه الزياده عادله ولكن هنقول كافيه بشكل 70% مش بشكل 100%، لكنها زياده عادله تتناشى مع حجم التضخم اللي تم في الفتره اللي فاتت. وعلى فكره ما فيش تضخم هيحصل اكثر من اللي حصل في الفتره اللي فاتت، لان هو ده كان كله تضخم مرتبط بسعر العملات وغلو سلاسل الامداد والتمويل حول العالم بسبب اضطراب حركه الملاحه في قناه السويس الناتجه عن عدم الاستقرار السياسي في المنطقه. فانا بعتقد ان المفروض الحكومه هتتدخل وتعمل ضبط لبعض الاسعار، وفعلا حسينا ان حصل في الاسبوع اللي فات ده مجابهه ومكافحه لتجار العمله اللي متسببين في رفع الاسعار بشكل غير مبالغ فيه، وايضا ان الدوله هتنزل دعم ماكولات وزي سكر ودقيق وتنزل شهر رمضان في الفتره الجايه، فده هيؤدي الى توفير السلع بشكل كافي، فهيؤدي الى
نكون السلعه بشكل بسعرها الطبيعي وليس السعر المبالغ فيه اللي كان بيفتعله بعض التجار الغير متخصصين للاسف. للاسف للاسف، لكن مزيد من الحزم والرقابه من الوزارات والحكومات بالاضافه الى هذه الحزمه، خاصه انها شامله كل قطاع الدوله، شامله قطاع تعليم، قطاع صحه، معاشات، تكافل وكرامه، فالحجم من 180 مليار دول هيعملوا رواق في السوق المصري كمان. طيب حجم هذه التكلفة يا أستاذ أحمد، حجم هذه التكلفة التي ستتحملها الدولة رغم الأوضاع العالمية في تقدير حضرتك؟ بص يا فندم، هذه دائما لما بيبقى في حاجة اسمها مساس بالأمن القومي، فالدولة بتتحمل أي نفقات عشان تحافظ على استقرار البلد، لأن استقرار البلد أهم عند الدولة من معدلات النمو الاقتصادية ومن معدلات توفير وفائض الميزانية. طبيعي، لأن ساعتها المواطن وصل لمرحلة إن هو غير قادر إنه يجيب الدواء بتاعه، الدولة هتوفر له رعاية صحية، صح، غير قادر إنه يجيب الرغيف مثلا المأكولات الأساسية زي الزيت وزي السكر وزي كده والأرز، فالدولة بتديله الدعم اللي هو يخليه عنده الاحتياجات الأساسية، أساسيات الحياة، اللي هو أساسيات الحياة. فعشان كده حتى رفع الحد الأدنى ده قرار عادل جدا، اللي 6000 جنيه هو الحد الأدنى لأي أسرة انها تعيش بيهم على الاقل 200 جنيه في اليوم. فده مدروس بعنايه قويه، زائد ان زياده المعاشات المره الثانيه 5% في نفس السنه وتطبق، فده برضه حس بكبار السن اللي عندهم فاتوره دواء وعندهم علاج كتير. نعم. وتحسين مستوى الخدمه وتحسين مستوى التعليم بتزويد عدد العاملين فيه، ده هيحسن اداء التعليم وهيحسن اداء المهندس ودكتور الجامعه ذات. نعم. والمدرس ذات. نعم. كل ده هيدي نوع من الانتعاش كمان للسوق المصري، يعني انتعاش السوق المصري، يعني 180 مليار دولار في ميزه ان المواطنين هينزلوا يصرفوهم لانهم زياده، فبالتالي هيخلي حركه البيع والشراء تزيد، واحنا داخلين على شهر رمضان فهتخلي فيه رواق تجاري وتسريع لدوره راس المال في السوق المصري، فهيحس بها المشتري، هيحس ان هو اللي بيشتري، وهيحس بها البائع ان هيلاقي نسبه الاقبال على البيع هتزيد، خاصه الادوات الغذائيه اللي مفيش غير متطلبات الحياه اليوميه الاساسيه، متطلبات الحياه، فده هيعمل رواق ايضا للصناع والتجار، يعني هيعمل حركه وانتعاش للسوق المصري. اما الدوله تحملتهم فهي تحملتهم لانها غير، يعني ما عندهاش استعداد ان المواطن يكون زعلان، الرئيس السيسي حريص على ارضاء المواطن وما يقدرش ان يبقى عارف ان المواطن لا. وحضرتك كمان تحدثت في نقطه مهمه جدا يا استاذ احمد، كل ما يحدث من اسعار ومتطلبات اساسيه للحياه اليوميه هو في اولويات الامن القومي المصري، عشان كده الدوله كانت سريعه في قرارها، الدوله كانت سريعه ودخل زي ما قلت كده قرار قبل شهر رمضان، اللي هو اصلا انفاق الاسره بيزيد 4 مرات عن الشهور العاديه، فهو القرار جاي في وقته وجاي بحكمه وجاي بانفاق ما كناش نتوقعه. نعم. يعني بنتوقع زياده 10% 12% لا 15% لمعظم الشرائح، ايضا زياده للموظفين تكون من 1000 ل 1200، دي زياده كبيره بالنسبه لمنظمه الحكومه. نعم. زي ما قلت كده الاعفاء الضريبي يعني من 45000 ل 60000، فمعناه ان انت مش هتورطي ضرائب كتير من مرتبك، كانت بتستقطع من مرتبك، فكل ده هيدي انتعاشه لموظف الدوله وهيدي انتعاشه للناس المستفيدين في تكافل وكرامه، والمفروض القطاع الخاص برضه يبادر بمبادرات زي ديت بحيث ان الكل يكون راضي ونستطيع معا. نعم. ان نجتاز هذا عام التحدي الاقتصادي. نعم. العالمي، لان 2024 هو عام تحدي اقتصادي ليس لمصر لكل دول العالم ولكن للعالم اجمع. الخبير الاقتصادي الاستاذ احمد خطاب، شكرا جزيلا لك، ودائما ما نامل الخير لمصرنا الحبيبه.